مليون مبروك، النادي الأهلي بطل دوري كرة الطائرة رجال في مباراتين لم يتلقى أي يعني شوط، 3-0 3-0، ألف مليون مبروك. خليني أقول لحضراتكم حاجة، إنه ده اللقب الـ 34، وكمان الفريق ده الحقيقة يعني لم يوفق السنة اللي فاتت، لم يوفق السنة اللي قبليها، حتى وهو لم يوفق كان بيبقى الآخر الأمطار موجود في المنافسة بشكل كبير. يمكن الفريق يعني تلقى الدعم الكبير من مجلس الإدارة، تلقى دعم من النشاط الرياضي، تلقى الدعم من جماهير والمساندة من جماهير النادي الأهلي، والنهاردة زي ما حضراتكم شايفين بعد هذا الدعم الكبير رجال الماسترز كالعادة أبطال الدوري في اللقب 34 في تاريخهم، ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي، ألف مليون مبروك مجلس إدارة النشاط الرياضي، ألف مليون مبروك الجهاز الفني واللاعبين.